تسعى هيئة تقنية المعلومات لتطوير المحتوى الرقمي العربي والمحلي، من أجل ذلك تم إنشاء مركزات تطوير تطبيقات الهواتف الذكية. يعمل المركز من خلال 4 خدمات أساسية. الأولى خدمات تدريبية، الخدمات الأخرى المقدمة عن طريق المركز خدمات استشارية. كذلك يكون مركز تتوفر لديه مساحات العمل تسمح لجميع لكل من يرغب في تطوير مهاراته أو الحصول على استشارات معينة في مجال تطوير تطبيقات الهواتف الذكية الحصول على هذه الاستشارات.